المفهوم القانوني غشو القانون كله. علاش تفرق؟ حنا درنا واحد القضيه ونقول لكم المدونه راه صعب انك تلغيها وتبقى معتدل، راكم صعبوا اذا تمشي لواحد الجهه فعلا وتفرح شي واحد يصفقوا عليك واه، ولكن باش تقول امراه عندها 17 سنه بغات تزوج تقول لا حتى تولي 18، شنو هذا روبو ولا شنو؟ 17 وجدت وعندها وضع ديالها وعندها هاد المراه الان اللي تبيع كلينكس، الا جاب لها الله راجل نقولها لا قعدي تماك حتى تكملي هاد السنه في ولا تشتغل في البيوت ولا نراعي. ولذلك احنا وضعنا هذا الامر في يد القضاء وعندنا ثقه في القضاء، والقضاء مفروض فيه الاجتهاد. من اقواله الشهيره: حضارتنا لا تمثلها الحيطان والجدران، ولكن يمثلها علم وفعل الإنسان. رجل جمع بين العلم والعمل، وبين الخير والإصلاح، وبين الكلام والأفعال، وبين الصدق والصراحة، وبين المدح والجد، وبين الأخلاق والخلق الحسن، وبين الحب للجميع والوئام مع كل قريب، وبين كل الأخلاق الحميدة والصفات المجيدة التي يمكن أن تتصورها في رجل فاضل. إنه العلامة الدكتور المحترم السيد مصطفى بن حمزة. إذ جالسته أحببته، وإن تحدث صدقته. رجل لا يتكلم كثيرا، اللهم أن يقدم النصح والنصيحة. رجل كرس حياته لخدمة الآخرين، مضحيا بوقته مع أسرته ومتنزها عن تحقيق طموحاته. لو أراد الاستوزار لكان وزيرا من زمان، ولو أراد الشهرة لكان من أعظم رجال زمانه، ولو أراد الانزواء في منزل لاتخذ الناس من سكناه زاوية. إن الدكتور السيد مصطفى بن حمزة رجل لا يبحث عن الشهرة ولا يعمل ليقال عنه فعل كذا. كم مسجد ساهم فيه بفضل مجموعة من المحسنين من خيرة رجال المدينة، وكم من مريض ساعده، وكم من كربة فرجها على مؤمن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل فريق من رجال الخير جزاهم الله خيرا. الأستاذ مصطفى بن حمزة ولد في 17 يوليو سنة 1949 بوجدة، عالم شريعة وباحث مغربي، رئيس المجلس العلمي بوجدة ومدير معهد البحث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة، من أعضاء المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، وداعية مشارك بالعديد من المحاضرات والمقالات داخل المغرب وخارجه. تتلمذ على يد الفقيه العلامة سيدي بن سعيد مهداوي الواشاني، حاصل على شهادة الإجازة من كلية الشريعة بفاس، حاصل أيضا على شهادة الإجازة في الأدب العربي من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بفاس، وخريج دار الحديث الحسنية بالرباط، حاصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الأداب جامعة محمد الخامس بالرباط تخصص اللغة العربية، وحاصل على دكتوراه الدولة من جامعة محمد الأول بوجدة، أستاذ محاضر بجامعة محمد الخامس بالرباط سابقا، وأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة شعبة الدراسات الإسلامية. ألقى 3 دروس حسنية رمضانية أمام العاهل المغربي محمد السادس، كما تم توشيحه بأوسمة ملكية تقديرية كان آخرها الوسام الملكي سنة 2007. كان مرشحا ليكون وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، لكنه فضل الاشتغال بالعلم وخدمة طلبة العلم وإنشاء المعاهد والمدارس والمراكز. يشهد له الكثيرون بامتلاك زمام العديد من العلوم الشرعية والفنون الأدبية أيضا، وبتوفره على شروط الاجتهاد الفقهي في كثير من القضايا والنوازل العصرية، من قبيل مواقفه الجريئة في موضوع الإجهاض والتبرع بالأعضاء البشرية وتعدد الزوجات والربا والإرهاب أيضا. للتذكير فقط، إن مدينة وجدة يتجاوز عدد مساجدها إلى 400 مسجدا، من بينها أكثر من 300 مسجد داخل المجال الحضري بما في ذلك الأحواز. كما تحتل عروس الشرق وجدة المرتبة الأولى في المغرب وإفريقيا، وتحتل المرتبة الثانية في العالم بعد مدينة إسطنبول التركية من حيث عدد المساجد، والقاهرة في المرتبة الثالثة. الأمر يعود لحكمة العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة الذي أسس استراتيجية دينية ووقفية جعلت من وجدة مدينة المساجد بامتياز.
وجاء في تصريح أحد المعجبين: الرجل كما أعرفه لا ينتظر لا جزاء ولا شكرا من أحد، إنما يعمل كل هذا محبة في وجه الله. رجل يعطي الدروس لمدة أكثر من 35 سنة بمدينة وجدة بدون ملل ولا كلل، أطال الله في عمره. وقال رجل آخر: إذ كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أسد الله ورسوله في الحروب على الكفار، فإن مصطفى بن حمزة أسد في الإصداع بالحق في وجه سفهاء اليوم. أما عمله ورعايته بمساجد وجدة فأقول لولاه لما عرفت مدينة وجدة. وأضاف طالب تتلمذ على يد الشيخ مصطفى بن حمزة: سبق أن درست عند الشيخ بن حمزة في جامعة محمد الأول بوجدة، وقد عرفت قدره عند أساتذة الجامعة حينها، ولم يكن أحد يؤخر أو يقدم إلا بابتغاء المشورة الصالحة من عنده. العالم بن حمزة عرفه أهل وجدة عندما كان يلقي دروسه في المسجد الأعظم، ثم بعد ذلك في مسجد حمزة بن عبد المطلب، ثم في مسجد الأمة، إضافة إلى إلقاء الدروس في مساجد وجدة ونواحيها. سنوات كثيرة حافلة بالعلم والتعليم والإحسان أيضا. ولست أدعي إذ قلت أن كل مسجد من بداية الثمانينات في وجدة يرجع الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى هذا العالم الجليل. يبدو أن العلامة المغربي الأصيل مصطفى بن حمزة لم يهدأ له البال أبدا، فالواقع المليء بكل المتناقضات والنقاشات الدائرة حول الأمور المتعددة المعقدة والمتشددة والمقرونة بجدلية الدين والدنيا، لا سيما المثيرة للنقاشات والتجاذبات الثقافية والسياسية الحقوقية كقضايا تعديل مدونة الأسرة وخروج بعض الإيديولوجيات المعبرة عن أفكار قد تكون مخالفة للتراث وتاريخ المغرب المعروف عند عموم الشعب المغربي. طبعا سأعود وأضع النقط على الحروف المتبقي لتعديل معالم عهد جديد أصيل، عهد يدافع عن الشيخ بن حمزة، عهد اسمه ضرورة الحفاظ على وحدة المغاربة دينيا وتراثيا، وزد على ذلك ليس بالقليل.